السلام عليكم. دلوقتي حالا الفيديو ده انا هشرح فيه الاعلانات من خلال جوجل بلاي. انا دلوقتي حالا الجوجل بلاي هي جوجل ادسنس الحصاله، بتقبض فلوس من شركه اسمها اد موب، وبتقبض فلوس من يوتيوب. انا الاد موب ده عباره عن شركه بتديني بانر بحطه في التطبيق بتاعي، فبيجي لي فلوس. في الفلوس دي بتطرحها على مين؟ على جوجل بلاي. واليوتيوب ده بيجي لي منها فلوس، والفلوس منها بيجي لي بتروح على مين؟ على جوجل بلاي. ففي حاجة أهم نقطة عايز أتكلم، المصداقية، مش مصداقية شركة جوجل. جوجل عمرها ما تكذب، ولا الآت أساس عمرها ما بتكذب، ولا اليوتيوب عمرهم ما يكذبوا، لكن مصداقية الشخص نفسه اللي أنت بتتعاملي معاه. ممكن يطلع كذاب أو نصاب أو إيش ضمني، وده هتكلم فيه دلوقتي إزاي تحفظ حقك تالت ومتلت كمان. طيب خلينا مبدئيا كده، انا مبدئيا هنا في الاد موب ده انا بعمل فيه مشروع جديد، بكتب فيه اسم البرنامج بتاعي وبديني كود. الكود ده بدخله مثلا في التطبيق بتاعي، والتطبيق بتاعي احطه في جوجل بلاي. وبعد هنا بقى ايه جوجل بلاي بقى من خلال البحث الناس بتعمل داونلود. يعني مثلا عندي ده مثلا داونلود، ده اخر برنامج عامله مثلا 2/4، عدد قليل جدا عشان حاجات دي بقالها يومين. في تطبيق انا عامله ستور كيبر كان داونلود فيه حوالي 2000، ده مشكلتي ما كنتش عامله في الاعلانات عشان كده وقفته. فلو ده كنت حاطط فيه اعلانات كان زمان جالي فيه حوالي 1000 او $2000 بسبب الرقم العالي ده. وايه وده كمان عربي، فتخيلي لو البرنامج ده عملته بانجليزي. وفعلا البرنامج ده فعلا شغال دلوقتي حالا، وهعمله بقى ان شاء الله مش بانجليزي بس، هعمله حوالي بثمان لغات مختلفه عشان استهدف اكبر دول عربيه. طيب فتتبع تطبيقات بيطلع فيها نسبه مشاهدات قليله جدا، او نسبه الداونلود فيها قليله جدا، فتلاقي الفلوس تيجي فيها ايه ملاليم، يعني حاجات بسيطه. لكن البرنامج ده عشان برنامج سيستم كبير جدا، فهو نفس السيستم هعيده مره تانية عشان احقق نسبه الداونلود ده، عشان احقق على الارقام، ولكن ايه بالانجليزي. لو بانجليزي الرقم ده اضربيه في حوالي 3 في 4 فهيجي منه ارقام كتير جدا. انا اوريدي انتهيت برنامج اسمه برنامج جاي. اللي هو الانستول اند كاستمر اللي انا كنت عايز اترجمه، وخلاص انتهيته وترجمته، وعملت له فيديو عربي، وعملت له فيديو انجليزي، وعملت له فرنسي، و لسه ما اتحطش داونلود، لسه ما عملتش عليه ترويج. طيب انا دلوقتي حالا ايش ضمني تنصب عليا يا محمد؟ ايش ضمني اعمل لك الشغل الترجمه او الشغل الشرح زي انت بتشرح كده مثلا، ما تدينيش حقي وفلوس اللي تيجي من الشركات دي انت هتاخدها؟ لا الموضوع بسيط كده، انا اقول لك اعملي اكونت على جوجل بلاي على حسابك انت بالفيزا بتاعتك بكل حاجه، امين. هقول لك اعملي اكونت هنا في جوجل ادسنس، خلاص. واقول لك اعملي اكونت هنا، واقول لك اعملي اكونت هنا، بس انا كل اللي هشغله برنامج بتاعي. واقول لك اديني الكود اللي هنا هحطه في التطبيق، وخدي كود التطبيق بتاعك ارفعيه هنا في الاكونت بتاعك هنا. فكل فلوس هتجيلك في جوجل ادسنس، فلازم تكريتي اكونت عليه هنا عشان كل فلوس بتاعك هتيجي عليه. فكل فلوس هتيجي عن طريق المشاهدات هتيجي انت على فين؟ في حساب بتاعك انت. يعني كده هنصب عليك ازاي؟ وطالما الفلوس هتيجي عندك في البنك بتاعك انت بقى وضميرك بقى، اديتيني احترمنا الاتفاق خلاص. اصل الفكره لو كلنا هنشك في بعضنا وكلنا نقول كلنا نصابين، محدش فينا هياكل عيش، ولا ناكل عيش، ولا انت هتاكل عيش، ولا اخواتنا. وكلنا شباب بنعمل مشروع، عايزين نشتغل، وعايزين نتجوز، وعايزين. فانا هاجي على نفسي وهديكم التطبيق وهديكم كل حاجه، ومش مطلوب للشغل، مش مطلوب واحد بس او اتنين يشتغلوا معايا، لما مطلوب من عدد، ان يكون عدد ما يكتر انا هكسب اكتر كمان. انت كل واحد فيكم بياخد زي ما اتفقت، مش هقول النسبه كام عشان ده فيديو، عشان هتختلف، عشان اتفقت مع ناس معينه بنسبه معينه، وفي ناس اتفقت معاهم بنسبه مختلفه. يعني والله مستعان، وربنا يرزق جميعا. وشكرا جدا لمشاهدتكم ده الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.